كون متل الدني بس كوني انتي الشام وتعلقي نص القلب عشكلها شامي وعاهد هادت نبض القلب توعدني وبتنام وبيصير نبض الوقت عنبضك الشامي وبيصير نبض الوقت عنبضك الشامي لو كنت انت الدنيا رح اكون مثل الشام بتعلق بنص القلب عشكلها شامي وبتعلق بنص القلب عشكلها شامي عاهد هدت نبض القلب توعدني وبتنام بيصير نبض الوقت عنبضك الشامي بيصير نبض الوقت عنبضك الشامي مركب حن والعشق مينا القلب مركب حن والعشق مينا ورح كون مينا الحب ترتب الأحلام رح دوزي موتار القلب تا تقدري الشكر لله. الحمد لله على كل شيء وعلى كل حال. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. إخواني، بما أن شروط العقد اكتملت نستطيع أن نباشر بالإجراءات. بداية نقرأ الفاتحة. لنروح لعند حلا. يلا. ايه لا حبيبتي، انا ماني رايحه لعند حلا، هلا تقعد تتفزلك وتعمل لي فيها حلقه بحث. ما بتعمل لك فيها شيء، خلص بنروح بنتسلى شوي. انت رايحه تشوفي حازم، مانك رايحه تشوفي حلا. اي بالله معك حق يا ليلى، هي رايحه تشوفه لحازم، فقع قلبك، فقع قلبك لتشوفيه. وليه؟ اشربوهم لكاساتكم مشان نروح نرجع على بكير لعند حلا. لك ما تحطيها يا حجي. السلام عليكم. هلا وغلا. اهلين اهلين. شو رايكم هيك اسمكم مجمعين على محبه الله؟ احكي لنا بشي قصه مفيده. والله انا بعتذر منك، ظرفي ابي اسمع وانا ما عندي وقت. يقول لك مو كنا بدنا نروح لعند حلا؟ يلا بالاذن.
الله يهديكم. عم بقول لك يومين وبرجع من بيروت. والله شو الشغل اللي طلع فجأة سيد مروان؟ يعني ما قلت لي انك مسافر. والله وعم تغاري علي. يعني منيح متذكرة اني لساتي جوزك. على كل حال مو وقت هذا الحكي على التليفون. بس تشرف حضرتك بنحكي. بس ايمتى مشرف يعني؟ خلص بس اجي بنحكي. ولا تاكلي همي، رح نام منيح واشرب حليب وضغط. تحكي معي منيح مروان احسن لك. ها انا بعرف انه انت مالك مسافر وبعرف انك عم تصيب شيء قرني. بس ماشي، اذا بحس انك عم تعمل شيء من وراي رح دفعك الثمن. يعني خلص قلت لك عندي شغل، بس اجي بنحكي. طيب عم استناك لترجع. صغيرة عم تغار علي. مروان اذا عرفت بتتذبحنا نحن الاثنين. فشلت تعمل لك شيء أول شيء. تاني شيء طول ما لك معي ما تخافي من شيء. حبيبي شكرا لك. هلا كمس كوشات كوشات كوميات كوميات. لك أهلين بالصبايا والله. لك يعيشوا. لك أهلا أهلا بست حلا. شو طمنينا وين وصلتي بحثك عن الفقر؟ أنا برأيي إنك تعملي بحث كامل وشامي عن الفكستو وتصفيف الشعر. والله كلها وجهة نظر. يعني عم تتمسخري أنت وياها؟ لك وحياة عينكم، لقيت مين يساعدني وبس بده رضاي. معناته بحثك مو عن الفقر، بحثك عن الحب والغرام والهيام من أول نظرة، ما هيك؟ هاتي نشوف مين هو ولين. ولك حبيبتي لساتك عم تسألي عم تعمل لك هيك وبده رضاها ولسه بدك تعرفي مين هو. أيوه نسيت. راحت عن بالي. لك ايه تضربوا انتوا الثلاثة، كلوا واشربوا أحسن شيء. أحسن شيء. هاتي طعمينا ولو جيب قلعي. آخرتك بدك تقعدي بالبيت. اسكتي اسكتي، شوفي حالك. والصلاح أصلح. وبتمنى يا ابني يتوب إلى الله تعالى، والله غفور رحيم. وإن شاء الله رب العالمين بمن عليك بتوبة نصوح، والله يهديك ويهدينا جميعا للصواب والصراط المستقيم. بناخد اتصال تاني. السلام عليكم شيخي، والله يجزيك الخير على البرنامج المفيد. وعليكم السلام والإكرام والرحمة. تفضل يا ابني، شو سؤالك؟ شيخي أبي طلع متجوز عارفي ومن واحدة والعياذ بالله، وهو بده يكتب لها البيت باسمها، من حقه هالشي ولا بقدر ارفع دعوة عليه؟ بخصوص الدعوة يا ابني بدك تسأل محامي، أما بخصوص الزواج العرفي فهو زواج، ولكن الدولة لأنه بصير مشاكل كتير حول هذا الموضوع منعت هالشي. بس أبوك بحق له يتزوج مثنى وثلاث ورباع على اي عدل. بناخذ اتصال تاني. خلص بابا عن جد لحقتيني لهون. ابتسامه للكاميرا بابا. عن جد خلص بتشبقى. طب ضحكي للكاميرا. لا بكفي ولك خلص. خلص. بسم الله معلم. لا ما بدي. يلا. يلا بابا ها صرنا كثير قرب. طيب ها. خلص بالله خلص. خلص. اوكي خلص خلص. بابا انت اتنين لامتى تكون ضلوا؟ شو فيني اعمل بابا؟ انا برايي فيك تساوي كتير. يعني انت عم تجي لهون كانك مانك عم تجي معنا سوى شو. انا بكفيني اجي اطمن عليها اتاكد انها بخير. وهي مو من حقها تحس انك عم تطمن عليها. بس أنا كتير عم بشتاق شوفكم مع بعض. كل ما بشوفكم سوا بحس في بعيونكم طاقة حب بتجنن. ما بعرف بابا، بس أنا اللي بعرفه إنه إذا أنتم بتحبوا بعض لازم ترجعوا. قلك شغلي بابا، أحياناً عم حس إنه أمك ما كتير عم تشبه لنا اللي حبيتها. Thank you.
شبك أخي؟ ما في شيء. شو ما في شيء؟ شايفتك مهموم. والله ما بعرف شو بدي لك يا أبي. احكي أخي، احكي فش قلبك. الشغل عم يخسر معنا والمحل راح ينكسر، ما بعرف كيف، ما بعرف إذا عم ننسرق ولا لا. يا لطيف ألطف، مين ده يسرقكم؟ لو في سرقة كانت بينت لك أخي. والله ما بعرف، راح جن. ليكون لك أخي الشغل اللي عم تشتغله حرام، سألت عنه قبل ما تشتغله؟ لأنه مال الحرام بيضيع والعياذ بالله. شو حرام لك أختي؟ شو حرام؟ عم نشتغل بالموبايلات، يعني تجارة، وين الحرام اللي فيها؟ معناتها أخي لا في سرقة ولا من يحزنون، القصة وما فيها إنه بركة ما في. بركة ما في؟ شلون يعني؟ إيه لكن أخي البركة بتطير والعياذ بالله. أنا لحق أعمل لك حجاب، أو إلا بدي أقول له للشيخ كريم هو يعمل لك حجاب للمحل مشان يطرح فيه البركة، وشوف شلون تفرق معك الأمور. حجاب؟ إيه أخي حجاب يجلب الرزق، وإن شاء الله ما بيصير إلا كل خير. يلا أخي قوم توضى وصلي العشاء، وكل مشكلة إلى حل بإذن الله. إن شاء الله. يعني مثل ما توقعنا تماماً، حاطك براسه هذا الزلمة. هلا لو حاطتني لحالي براسه كان هي مقدورة عليها ما لها مشكلة، بس هو المشكلة إنه حاطتنا كلياتنا براسه. ما بيطلع بإيده شيء. متأكدة؟ لا يا ندى، عم تشكي بقدراتي؟ كارول، هذا الزلمة ما عنده شيء يخسره. بتعرفي شو يعني ما عنده شيء يخسره؟ ما حدا ما عنده شيء يخسره، صدقيني. ايه؟ ان شاء الله. تركينا منه هلا، شو الجديد؟ لك لولا قصة هاشم، نحن كل شغلنا تمام. وهلا كله تمام. بس أنا بدي طقم جديد، وأنت شكلك عم تتكاسلي كثير صايرة. أنا عم ساوي اللي علي. خفية ندى، في عنا طلب كثير، بكره ما عاد نلحقها. خلص، ولا يهمك. وهي قاعدة مع الأنسة لما. كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله تمام، كيفك أنت؟ شعراتك حلوين هيك. كلك ذوق. ايه شو بدك تشربينا؟ مو المفروض أنت اللي تطلب؟ نطلب. مين؟ حازم. ولك أهلا بحازم أهلا. لك وين هالغيبة؟ كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام. شبيك مبوزي أنت؟ قوم اطلبي لنا شاي يلا. لك أهلا أهلا بحازم. حازم شوي بلنا. يلا شباب جاي. يلا اطلبوا شو ما بدكم واحسن. الله سلام. معك سلي سلي. يكلم موشي. ولك الله يوفقك. عيني لشو عملي؟ ولك ما صدقت على الله انت يتكرم يقعد معي، بتقومي بتتحش انفك بيناتنا. وين بدك يعني اقعد يعني مع الغريبين؟ تنبسطي يعني؟ ما اجلقك. لك هي المدام ندى كان المفروض نروح لعندها امبارح. ما انت انشغلت بليلى. الو اهلين مدام، انا اسفه كثير بس امبارح كثير انشغلت، صار في ظرف صحي بالبيت، بصراحه ما كان معي وحدات لحتى احكي معك واعتذر. ان شاء الله اكيد اليوم اكيد على الساعه 5. باي باي. مو بس جلقه يعني وكذابه، يخرب بيتك. شو حبيتك؟ أهلين. إيه بكرة بعت لك ابني. الله معك. أهلين 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 أبو جميل. مرحبا أبو محمود، بسيك هي 200 ألف ليرة. سيك مستعجل، أنا مالي فاضي بدي أرجع على محلي ما عندي حدا. تعال شوف أبو جميل. شب أنا. مشان شو هدول؟ لك يا أبو محمود، نحن أهل وحبايب، مفكر إني أنا مالي شاعر بوضعك. لك يا حبيبي الناس لبعضها. مسيك سلام عليكم. إذا خلي يدخل البيت. علو. أهلين أختي، أنا الحمد لله منيحة، أنت كيفك؟ يوه شبك أختي؟ أحكي لا تستحي. يعني قديش لازمك؟
خلص اختي لا تاكلي هم، انا بكره نازله على السوق وبجيب لك اياهم معي. لا يا شو تيجي لعندي على البيت بتعملي لي مشكله مع ابو صبحي؟ انت بتعرفي عقلاته. انا بكره بدق لك بس انزل على السوق وبتلاقي لي لهنيك. ماشي ديري بالك حالك، لا تاكلي هم حبيبتي، يلا بخاطرك. صباح الخير يا مو. صباح الفل والياسمين، تقبر قلبي الله يرضى عليك. طمنيني عنك، شلونك اليوم؟ ها تقبرني انت قلتها، انا ما بينقصني الا اشوفك مروق ومرتاح وهني. انا لا تاكلي همي امي، مرتاح الحمد لله. تقبرني لا تضحك علي بكلمتين، انا مو ناي اشوفك مرتاح مع بنت الحلال قبل ما اموت. يا رجع مرتك، في كريمه بتحبها وبتعشق الأرض اللي بتمشي عليها، أو إذا بدك في بنات أبو محمود بخطب لك واحدة منهم، في عبير خطب لك إياها. يا مو، حدا بيكره إنه السعادة تعبي بيته، بس أنا مبسوط فيكي وإخواتي. بعدين جربنا نصيبنا يا مو، تجوزنا وشفتي لا كان في تفاهم ولا في انسجام، وحمدت ربي إنه افترقنا حبايب. خلص انتي واخواتي وماسا معبيين حياتي كلها. هذا مو حكي تقبرني، يعني انت مو اول واحد بيتجوز وبيطلق. تقبرني هيك الدنيا؟ هي الدنيا هيك، بس هيك دنيا ما عم تزبط معي يا مو، ما عم تزبط معي. انتي اخواتي شغلي ديوني مسؤولياتي، وماسا مو بدها وقت واهتمام كمان. طب اذا شبنا هالمخلوقه يا مو كمان بدي دير بالي عليها ولا بدي اظلمها؟ شو بدي اتشقف؟ الله يخلي لي اياكي. بتحكي حكي كانه بدك ياني بثلاث اربع محلات بوقت واحد. خليني هيك يا مو لحدا. والله ريحني. سعاد؟ هدى؟ نعم اخي. شو سعاد ما راحت على الدوام؟ لا قال كثير تعبان اليوم مو قدراني تنزل. هدى خليها تيجي لعندي بعد شوي. ايه يلا. يا صبحي. اهلا وسهلا. بسعد عدنان مصرف العقاري. يا اهلا وسهلا زقزوق. تفضل عملنا ثلاثه شاي. تكرم تفضلوا. يا اهلا وسهلا. ليلى لازم تشتغل معنا. صدقني ما بتزبط. ما في شيء اسمه ما بزبط لك نمر. شو ما بتزبط؟ البنت. مساء الخير. مساء الخير يا هلا. اهلين دكتوره. خلص الدوام صح؟ صح بالإذن أنا. الله معك. عفواً أنا أجيت بوقت غير مناسب؟ لا أبداً أبداً بالعكس. يعني قديه بدها الحكاية؟ أبو صبحي شغلة الحجز ما شغلة سهلة. صحيح. يعني لحتى يستنفذ كل الإنذارات لحتى يقوموا بالحجز عليه، مو هيك؟ بلا هيك. بدنا هم تكون روحي. هلأ اللي فهمته أنه هو مدعوم من وزير السياحة، وكل ما اجى البنك العقاري بده يحط له اشاره على المحل وعلى بيته، بيقوم السيد الوزير بيتصل بمدير المصرف العقاري، وهيك بصير فرصه لمختار انه يدفع له قسط او قسطين وبيمهلوه ست اشهر لقدام. انه معقول يعني الوزير ذات نفسه يتدخل؟ ايه حبيبه، الوزير نفسه بيتدخل. طب يعني هلا بمعيتكم شو بدنا نسوي؟ هلا هو في ساعدك بشغله وحده. شو هي روحي؟ انه يرفع التقرير للرقابه والتفتيش. هي أنا ما بدي منك روحي غير ترفع تقريره المالي للرقابة والتفتيش. إيه حبيبي يعني هاد رح يكلفك؟ ها لك سيدي قد ما يكلفوا يكلفوا، بس كنت أعطوني وعد إنه الورشة والمحل بدي يتسكروا. أنا جبت لك الزمة تبعه، صار له 8 شهور مدافع، بقى ادعي لله إنه ما يدفع خلال الأسبوع هاد، لأنه إذا دفع راحت معه 6 شهور لقدام. لا عم إنه أنا بس بدي أفهم البنك ليش صابر علينا هلا؟ يا أبو صبحي البنك مو لخربان، يعني مو كل واحد تأخر على الدفع بيجي مباشرة بيحجزوا عليه. يا سيدي أنا بدي أخرب له بيته لهالزلمة. بس فهمني ليش كل هالقد حامل عليه؟ حضرنا سيد ويان. أنا معك من الصبح. تصور نزع له اسمه بالسوق، قال شغله كله بازاري، معقول هالكلام هاد؟ الله وكيلك يا روحي، الله وكيلك رايح يخرب بيتي وراح سكر المحل من وراه.
يصير خير. تفضل شرب شاي. لك تقبريني احكي لي، صار لك يومين مو على بعضك ضايجه، شوفي قولي. ولا ما بعرف شو بني يا هون، تعبانة كتير وضايق خلقي. والله معك حق، قعدة البيت بتضيق الخلق. شو رأيك تروحي لعند جيهان تشربي فنجان قهوة بتغيري جو؟ قومي تقبري. تقارير عن اللي امتهنوا الدعارة. طبعا البحث محتاج لتوثيق. طالما عندك موافقة فما في أي مشكلة، بس أنا يا ترى بقدر بسألك سؤال؟ تفضل. هاي الأبحاث والتقارير مشان شو؟ أنت هيك عم تسأل؟ إيه، كم الأبحاث والدراسات اللي صار عن هذا الموضوع بهذا المجتمع فوق ما تتخيل، بس كله بدون نتيجة. هلأ يمكن العمل الميداني والتواصل خلاله يحسسك بالملل وعدم النتيجة، بس كمان لازم يكون في حل علمي. أيوة، حل علمي لمشكلة الدعارة. حل علمي سيادة الضابط. والله يا دكتورة، حسب معرفتي هاي الدراسات والأبحاث يا دوب تجيب همها، أما أنه تصلح مجتمع. هلا رح ساعدني ولا لا؟ قلي، لأني بصراحة شايفتك متشائم كتير. لا بالعكس، كرم عينك. ممتاز، وإمتى فينا نبلش؟ مو لحتى نضيفك بالأول؟ ضيفني بس لا تسايرني، لأني ما بحب كتير لهالعادة. لا بس ضيافة. ايه جيب لنا اثنين وسط. تفضل. مرحبا ابو صبحي. ايه انا منيحة، لا تخاف علي، انا دايرة بالي على حالي. يوه ابو صبحي شو هالحكي؟ كالعادة تيجي بتلاقي كل شيء جاهز. شو بدي اقول لك ابو صبحي، معلش ابعت لاختي شويه اغراض، يعني انت مثل ما بتعرف حالتهم عقدهم. الله لا يحرمني منك ويخلي لي اياك يا رب. ماشي حبيبي، خلص خلص ابعتهم مع يامي. عم استناك، لا تتاخر علي. يلا باي. كيفك يا بي؟ أهلين أبي. يا بي من هدول المصاري؟ هدول من عمك أبو جميل، جاب لي إياهم، قال لي اشتغل فيهم وبعدين برجع له إياهم. يا بي ليش أخذتهم؟ ناوي تزيد علينا ديون؟ يا ابني الله وكيلك، حطهم غصب عني وراح. يا بي الله يخليك، خلينا نرجعهم بيكون أحسن. ابني أكثر من قرد ما مسخ الله، واللي كاتبه ربك يا معلم. بتروح بتوفي 100,000 ليرة ديون، بالمية الثانية بتجيب موبايلات رخيصة. المشي حل فيه. طيب سلام. الله معك. في أعمار بال 15 سنة؟ طبعا في 15 و16 و45 إذا بدك. أنا حابة أتناقش معك بكل شيء، ومنه بتكون شاهد على الكتاب، شو رأيك؟ هلا أنا بشرفني يكون شاهد على الكتاب، بس بدون ما ينذكر اسمي. ليش يعني بدون ما ينذكر الاسم؟ يعني لأسباب أمنية. أوكي مثل ما بدك. ممكن أخذ مثال حي عن أي بنت؟ الأفضل تروحي على سجن النسوان، الموقفات اللي عندنا هون ممنوع حدا يشوفهم إلا المحققين. أنا أخذ موافقة مشان نروح شوف الموقفات اللي عندك قبل ما ينحكموا. إيه
معناتها رح خلي النقيب نمر يساعدك بهذا الموضوع. شكرا كثير، بس انا بدي اسالك سؤال شخصي ممكن؟ انت شو رايك بشغلك؟ بطبيعه شغلك؟ طب شو رايك بالاول نطعنا كلنا لقمه؟ ليش لا؟ بس على حسابي. على حسابك ولا على حساب البحث؟ لا تفكر انه هالبحث مرصودت له شي ميزانيه مهمه، كله على حسابي. خلص قومي بنحكي فيها. يلا. لا عادي ولا يهمك، ما في مشكلة. صحيح كيف بتحب ناديلك؟ يعني كيف بتحب خاطبك؟ قل لك سيد هاشم أو سيادة الرائد أو يعني إذا بيعجبك هاشم. طيب تتذكر شي حالة غريبة مرت معك؟ نحن بشغلنا ما في شي اسمه حالة غريبة، بيمرق معنا شي 100 حالة غريبة. أنت مرتبطة شي؟ بتذكر مرة صار معي نكتة، مسكنا واحدة عمرها شي 45 سنة من الشارع، كانت عم تبيع حالها مشان قلب الدواء، وطلع الدواء بالآخر ظرفين التهاب 500. ايه وشو عملت فيها؟ حولناها على النيابة. نيابة؟ يعني انتو ما عندكم شي اسمه حلول إنسانية؟ ما في شي اسمه أساسا حلول إنسانية، في حلول جذرية للمشكلة وهي أكيد مختصاصة. طيب سيادة الرائد، يمكن أنا اليوم أخذت من وقتك كتير، بس إمتى فينا نكمل الحديث؟ إمتى ما بدك. فيني أخذ رقم موبايلك؟ هاتي موبايلك. تفضل. أوكي تمام. أهلين، وين سامي؟ جوا تفضلي. هاي لين ماسا، كيفك؟ اين وين صرنا؟ ايه سامي ما عرفتنا. نتعرفوا شو كيمياء القصة؟ أنا نور طالبة فنون جميلة سنة تانية. أهلين ماسا خطيبتي. هلا تشرفنا. طيب ليك سامي منأجل الشغل لبعدين؟ لا شو بعدين؟ مو بعد بكرة تقديم مشروعك؟ أي مو مشكلة منكمله بعدين، هلا أقعد مع خطيبتك. لا لا منكمله هلا. حبيبتي ماسا أنت قاعدي لحالك شوي لبين ما نخلص، وإذا بتملي روحي ورجعي بعد شي ساعة منكم خلصنا. أنسي نور تشرفنا. أهلين. أهلين هاشم. شو القصة؟ جبتني على السريع.
شوف لي هالشوفه. عم تلعب فينا؟ ومين؟ هالحشرة لما؟ القصة لها علاقة بليلى. معلم اتصل فيك من مكتب وزير السياحة، قال عم يتصلوا فيك عم يلاقوا موبايلك مسكر، قال ضروري تراجعهم مشان المناقصة. شو في مراشي؟ لا ما مرق. شو بك معلم؟ مو على باطك؟ شي ما سألني أوي. حاضر على راسي. شو صار معك؟ مثل ما قلت لك. طيب انت روحي شوف الشغل وانا بتصرف. ما عاد فيني شوف شي، حاسسته عم يراقبنا. لك ما حدا عم يراقب حدا، خلصنا بقى، خلص روحي. صحيح شو صار معك مع سوسن؟ رح تجي، انا اكيد انها رح تجي، خاصة يا حرام عم تمر بظروف كتير سيئة. لا انا كثير زعلتيني عليك. ما طيب خلص انت ما يهمك شيء، تاكدي من كل شيء بنفسك، خلي عيونك 10 على 10 اوكي. انا رايحه اشوف صاحبنا. اوكي حياتي. مرحبا، خير في شيء؟ عندك شيء؟ لا ما عندي شيء. تعالي معي بسرعه. قلت لك تعانين ما راح قلت لك. شو ما عاد شفنا منك هدايا حلوة؟ ولو لعيونك أحلى هدايا. أنت بتأمر؟ طيب لنشوف. قولي 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 فول. هلا كان فايتي قصص عروض لازياء. انا هيك رحت بالاول على اساس عاملين اعلان وبدهم بنات مشان عروض الازياء. طيب وبعدين؟ بعدين من خلال كلامهم وحكيهم وتصرفاتهم مرة ومرتين وثلاثة عرفت انه القصة ما أنا عروض ازياء.
بس بهداك الوقت كنت منهارة كتير وفكرت انه يا بدي انتحر يا بدي اشتغل هيك شغلة. يا اما تنتحري يا اما تشتغلي هالشغلة؟ على الحالتين انتحار. ما فكرتي بأهلك؟ ما عندي أهلي حتى أفكر فيه. وأنا قلت لك شو عم تعملي؟ كنت عم بحكي مع ليلى. شوفي وهيك منطفي الأضوية وقاعدة؟ شو؟ وإذا انطفي الضوء شو صار؟ حلا وضعك هاد أنا ما عاجبني بنوب. أنت صرتي صبية ونحن محترمين هاد الشي، بس مو يعني أنك تلغينا من حياتك. وأنا عم بستناك لحتى تحكي. ماما ماما حبيبتي صدقيني وقت يصير في شي أنا لحالي بيجي وبحكي لك، بس هلأ مشان الله خلوني عيش خصوصيتي، خلوني أحس حالي إني صرت كبيرة ومستقلة. خصوصيتك؟ ماشي أمي ساعديني بالجليات لك. ماما أنو جليات هدول؟ عندي دراسة الله يوفقك بعدين. إيه تتأجل الدراسة اللي بعد ما تخلصي جلي. أمي يلا هي علينا وعلى هالعيشة بقى. بصحة السيد تاج، أحلى زلمة بالعالم. حاشتك سيدتاج، صرت خسران منيح اليوم. حاشتك. بدي العب، بدي اعوض خسارتي. ايه عشو بدك تلعب؟ ايه كاش ما عاد صفي معك. بلعب على المزرعة، يا بقش كل شي يا بخسر اخر شي عندي. ايه من لعبك على المزرعة، ليش لا؟ دايلة كان بس نجيب سند الأمان. بهالطريقة؟ وبكل ثقة العمى. بس على فكرة ندى ما عندي القدرة أن أتواجهك. ها بس لازم أعرف مين وراها. ما كتير مهم. قلت لك أنت شو صار معك؟ مثل ما توقعنا، أزياء وإعلانات وهيك قصص. طب ذكرني بكرة نبعت كتاب للوزارة بخصوص هدول شركات الإعلان. إن شاء الله. ألو؟ أهلاً؟ أهلين دكتورة. طيب أعطيني شوي بس أنا بوصل على البيت وبحاكيكي. الله معك. أهلين أهلين دكتورة. شباب لا ولا شيء،
بس كأنه حاسس انه رح يصير شيء. شو بده يصير؟ انت بتقول هيك بس كأنه السنارة غمزت. ما بده يكون في سنارة بالقوة. منيحة دكتورة. اتقلت اليوم في الشرق. على محل. خلاص كل يوم جاييني على هاي الحالة قالب طينة. لك اتركي مروة. خير شو خسران اليوم؟ ما خسر شيء، بس مزرعة الزبدان. العمى. ليش العمى؟ الزلمة معه مصاري ومصاري ما بيخلصوا. ما بقي شيء، كل يوم عم يخسر. انت ما بتعرف. كتر خيرك يا أخي إنك وصلته، يعطيك العافية. كوني انتي الشام وتعلقي نص القلب عشكلها شامي وعاهد هادت نبض القلب توعدني وبتنام وبيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي وبيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي لو كنت انت الدنيا رح اكون مثل الشام بتعلق بنص القلب عشكلها شامي وبتعلق بنص القلب عشكلها شامي عهد هدت نبض القلب توعدني وبتنام بيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي بيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي شام ودني يعني غزلنا الريح تبدأ لما الغمام يزيح القلب مركب حن والعشق ميناء القلب مركب حن والعشق ميناء ورح كون مين الحب ترتب الأحلام رح توزن موتار القلب تتقدر